الرابعة على مستوى الأرقام المحققة. إذا المسافة المقطوعة كنظن 29 دقيقة 10 ثواني هي المسافة المقطوعة بالنسبة للأول، ثانيا 29 دقيقة 18 ثانية، والثالث جاء في اللي جاء في المركز الثالث 29 دقيقة 23 ثانية. واشكر الرقم القياسي سي بوعزيز، أو ما كاينش شيء بالنسبة لهذا السباق هذا؟ لا ما كاينش في هذا السباق، كما قلت قبل فهو سباق كلاسيكي من أجل يعني شرك، يعني لأن كاين مجموعة ديال الناس اللي ما تيقدوش يفريو العشرة نص ماغاطون، فهم درناهم باش يشاركوا في هذا، ولكن جبنا عدائين كينيين اللي هما باش يتنافسوا مع العدائين المغاربه اللي هما تيجريو يعني على الصعيد الوطني هذه السباقات هذه. على مستوى الإيرات هناك بيسكريم اماري من اثيوبيا، هناك الحسناوي حجبه من المغرب، وبن جلالي حفيظه ايضا من مدينه الناظور، حققت رقم ديال 37 دقيقة ثانية واحدة، في حين الفائزة بهذا السباق 33 دقيقة 15 ثانية، والمحتلة للمركز الثاني أي الحسناوي حاجبة جاءت في المركز الثاني 33 دقيقة 16 ثانية. هذا بالنسبة للنتائج المسجلة خلال السباق 10 كيلومترات. دائما في حديثنا عن ماراثون مدينة نصف ماراثون مدينة بركان و10 كيلومترات، معنا صباح الطيبي مندوبة وزارة الشباب والرياضة على مستوى جهة بركان، سنلتقي معه بعد قليل بعد هذا الفاصل الإشهاري. سنواصل في تقديم وإعطاء بعض الهدايا لبعض الشخصيات المشاهدة في هذا المنطقة. وقع 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 هذا الشكور الأول 24